ده نوع من برضه الباك جراوند عشان نتعلم يعني ايه وول ودي بي. احنا قلنا الوولز دي بتشتغل انها ركيزه للفلور او كاميرا شايله حمل الفلور بيروح لها احمال الفلور، وفي نفس الوقت هي شغاله كبلاطه في حد ذاتها عليها احمال خاصه بيها. الفلور ده عليه احمال ايه من اسفل الى اعلى، الوول دي عليها احمال المثلث ضخ الميه. فالوول ده بيشتغل حاجتين، هو احنا درسناه كل اللي فات ده على اساس ان هو بلاطه وعلى اساس ان هو بلاطه، وفي نفس الوقت قلنا ايه هو ركيزه للفلور يعني، بس ما حلناهوش بالناحيه دي، حللنا كل اللي بتستيح اللي فات ده كله كانه بلاطه وجاي عليه احمال وعزول. لكن الواقع ايه؟ لو جينا بصينا عليها نلاقي ان هي صحيح بلاطه ولكن عليها تحتيها ركائز كل مسافه، يعني وول دي تحتيها ادي 4 ركائز، وبالتالي هي كلها بيهيفير كاميرا، والكاميرا دي مش شايله على ايه على 4 اعمده دي، فليها تسليح اضافي بيتحط اللي هو تسليح المول از دي بي. فهنا بنقول ايه، اولا عندي الفلور عليه احمال، هوزع احمال الفلور ده بالفا وديابيتا واعمل لهم الشبه المحرك والمسلسلات بتاعه البلاطات اللي احنا متعودين عليها عشان يجيب لود اوف بيم. الاحمال دي بتاعتي زي ما انتم شايفين كده المثلث شبه المحرك، دي احمال المول از دي بي. لما اجيب بقى ايه البيهيفير بتاعها او الديفليكشن بتاعها من العمود للعمود او المومنت اللي في الدايركشن ايه اللي انا مش دارسه، احنا دارسين المومنت في الدايركشن ايه اللاترال ده نتيجه اللود بتاع البريشر بتاع الايه حمل الميه، لكن في الدايركشن ده المومنت اللي في الدايركشن ده ما اتكلمناش عنه. يبقى المول دي كاسرين الاكشن بقى وبيهيفير، هي عليها ليها حركه في اتجاهين، ليها حركه في اتجاه اللاترال ده اللي هو كده، ده اللي جاي لي من ايه السلاب اللي هو تاثير مثلث ضغط الميه، لكن كبيم او ديفليكشن في اتجاه بين العمود والعمود هي كده بشتغل بقى ديزاين اللي هو الاس دي بيم، وجاي لها تاثير الديفليكشن بتاعها ده ليه علاقه بالايه بالحمل بتاع الفلور اللي هيتوزع ويروح شبه محرك المثلث. قد تكون البيم ديت سيمبل في حاله ايه؟ في حاله الارتان والتانك العادي سيمبل، وقد تكون الوول دي كاميرا تو سبان او فور سبان في حاله ايه زي وايت تانك، لو عندي وايت تانك وفي عندي اعمده داخليه فبقت الوول ديت ممكن تبقى تو سبان او ثري سبان حسب الاعمده الداخليه اللي عندي. يبقى ممكن يكون عندي سيمبل سبان سيمبل بين او كونتينوس بين، والكود ده الرقم ده الاتش ال اتش على ال 4/10 ده الليميتيشن اللي الكود اداه لنا في الدي بي. قال لك لو عندك الاتش على ال اكبر من 10 يبقى دي سيمبل دي بي، وفعلا ده بيتحقق معانا في الخزانيه. في ارتفاع الحيطه 3 متر وعرضها 4 متر، فكده ايه الاتش على ال اكبر من 8/10 او تصل للواحد، ممكن تعدي الواحد كمان، فاكيد هي كده تبع البيهيفير ده هي دي بي. او تو سبان كنت قال لي اتش على ال سبان واحد اكبر من 4/10. فهنحل الوول دي، هناخد الوول ونحط عليها الاحمال بتاعتي اللي هي ار 1. ايه ار 1 دي؟ اللي هي الرياكشن بتاع الفلور ده هنا على الكاميرا دي. يبقى انا ممكن احل بكذا طريقه، اما الشريحه اللي انا حللها طبيعي دي اجيب الرياكشن ار 1 دوت وهو ده اعتبره احمال الوول، دي الاحمال الرياكشن دوت هو ده اللي بيتعكس ايه ده الاكشن والرياكشن اللي على الوول ده اسمه الاكشن، ده الرياكشن الموجود هنا اللي بيتعكس بايه بالحمل اللي على الفلور. فاما ان انا احل الستريب دي واجيب قيمه الار على المتر الطولي واعتبرها دي احمال الوول، او احل بالطريقه الثانيه اللي هي ايه شرحناها من شويه، اوزع الاحمال شبه منحرف ومثلث وادخل على الار والالفا والبيتا واجيب دبليو فور شي ودبليو فور مومنت والكلام ده. يبقى دي طريقه بالرياكشن طبيعي انا موجوده عندي من الحل بتاع الشريحه او كده. فخلاص يبقى ادي الايه او الطريقه الثانيه، بس الثانيه اللي قلنا عليها بتاعت الشبه المنحرف والمثلث واحل واجيب الاحمال بتاعتي. الجيب بيم ده البيهيفير بتاعها في الوجود، ادي الشد والضغط ده الاستريس الشكل الاستريس بتاع الجيب بيم. في واي ستي اللي هو المسافه بين ايه الشد والضغط. المومنت بتاعي اخده بالتقريب كده ده سكوير على 10 او 12 بتاعت الايه السبات المتساويه اللي قلنا عليها. النيجاتيف اخده على 10 ده اكبر من البوستيف، والبوستيف اخده ايه ده سكوير على 12. دي قيمه الواي ستي
للسنجل بيم تدي بيم زي ما كنت قلنا، القيم بتتغير شويه في حاله الواي سي. لو هحسب نيجاتيف مومنت بقيمه، ولو هحسب بوزيتيف مومنت بقيمه ثانيه. الكلام ده يعني ما يهمناش قوي، ان احنا مش مطلوب بالنسبه لنا الديزاين بالارقام، بس عايزين نفهم ايه البيهيفير. المهم في الاخر الواي سي في كل الاحوال الى حد ما 87% اتش بسهوله. الواي سي في اي كيس هاخدها نسبه من الارتفاع حوالي 87% اتش، لازم ما تقلش عن الرقم ده. دي العزوم بتاعت الكام الوول اسبين. هجيب الحديد ازاي؟ بطريقه سهله قوي، اما على الواي سي. يبقى هجيب زي ما عملنا كده، استخدمنا نفس القصه دي، تي ام على واي سي في السنرجال شيل، استخدمناها عشان نجيب الحديد بتاع البيم اكشن. نفس الكلام هنا، هحسب قاسم المومنت على الواي سي، هجيب الايه الحديد المطلوب لقاومه العزوم بتاعتي سواء ام نيجاتيف او ام بوزيتيف. خلاص جبت الحديد ده، اشيك على المينيوم بتاع اي كاميرا عادي خالص احنا متعودين عليه. وده شكل التسليح بقى. طبعا عندي ممكن عندي دبل هونش ده، كان ده ايه لو هونش ده في مين؟ في البلاطه اهي، سواء كانت وول او فلور، هونش واحد او ممكن عندي دبل هونش بالشكل دوت. ده تسليح الديب بيم اللي كنت قال عليه. المفروض ده تسليح، احط تسليح اضافي بقى تحت اللي بيقوم العزول البوست بتاع الوول اس دي بيم بالشكل ده، اوزعها في المسافه الايه؟ الاوضه عليها اللي حوالي 5% اتش. جزء الارتفاع 5% من الارتفاع، اوزع التسليح اللي جاي لي من ام بوستيف بتاع تصميم اس دي بيم، يبقى ده تسليح اضافي احطه من جاي لي من تصميم الهول اس دي بيم في المنطقه دي. يبقى انا كمهندس لما اشوف شكل لوح خزان قدامي والاقي مكسرين التسليح في الجناب كده وتحت سفلي غير العادي اللي فوق، ابقى فاهم احنا عندنا في الخزانات التسليح الرئيسي هو مين الرأسي ده. لما صممت الهول بتاعتي از سلاب زي خزان عادي كسلاب، التسليح الرئيسي هو الرأسي. التسليح الافقي ده بس يشيل لي بس ايه الهورزونتال ستريب. لو كانت الهول دي وان واي خلاص، بس المومنت كله تسليح افقي رأسي بس، افقي مش يعني مينيمم. لكن انا يكون عندي بقى الافقي وبعمل البيهيفير بتاع الديب بي مدخلاه معايا في الحسبان، لا احط حديد افقي رئيسي تحت يقاوم العزوم اس دي بيم، يقاوم الديفليكشن نتيجه الايه؟ السبان الحر بين العمود والعمود. شكله في افقي كنت قال لنا شكله اهو اللي هو تحت دوت شكله كده، بديه طبقه ترابط كافي لان عندي شد. العزوم هنا في ايه دي بيم، يعني ايه في تاي وفي سترات، انتوا ما خدتوش القصه دي. لو تو سبان بيقول لي النيجاتيف مش بحط كله فوق، لا ده انا بقسمه جزء على بعد 8 10 اتش، وجزء تاني نص تاني بحطه ايه متوزع على صفوف كده كل مسافه بين 20 سنتي. ده تسليح الدي بيم، كده الايه المستمر برضه عشان ما خدتوش، بس تاخدوا فكره ايه عني. يبقى ده تسليح اضافي المرسوم دوت فوق وتحت ده إيه عشان يقوم العزوم الايه بتاعه المول اس دي بي دايركشن ايه اللي هو ايه بتاع تثبيت الكاميرا. ده شكل التسليح اهو بالشكل دوت اللي بيموف ده، هو ده تسليح الايه المرسوم ده راسي وافقي. ده المينيموم التسليح العالي البلاطات، راسي وافقي الحديد الرئيسي بتوزيع عمودي يعني. في حديد اضافي هيتحط اللي هو بتاع ايه النيجاتيف مومنت بتاع الوول اس دي بي، والاحمر ده التسليح الرئيسي بتاع الوول اس دي بي. هو كان اللي تحت ده يتحط على كام صف هو كمان يعني. هنا في الكروس سكشن التسليح الصغير ده هو ده بتاع الوول اس دي بي، هو محطوط يعني صح ولكن كتوزيع مش مظبوط شويه. المفروض الافضل كنت احطه على جنبين بالشكل ده، ولكن هو ده التسليح الوول اس دي بي. المرسوم التقيل ده هو تسليح الوول اس دي بي، والاكزاكت بتاعه هو ده، بس عشان خاطر وجود الفلور والقصه دي فيعني الدنيا مش واضحه شويه. طب ممكن انا كنت احط شويه برضو جزء هنا شويه كده على المنبر ده الاضافه لتحت. دي بقى ديتيلين كتير اهي بشكل شويه الافقيه وشكل اما اعمل كرافته او اعمل فصل، قلنا الفصل افضل. ده شكل موضوع اهو في الوول في الاتجاه الافقي. حد عنده سؤال؟
في سؤال يا دكتور بره المحاضرة. ده مش هيخش معانا في الامتحان لا 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 شفوي ولا اي حاجه صح؟ في الامتحان. تمام. الوايت تانك لو جه هيبقى نظري يعني. الوايت تانك هيبقى حاجه نظري. يعني نظري ازاي ممكن اديك انا ايه مساحه كده بقول لك اعملها لي ديزاين. فانت تحط الاليمنت وتشوف بقى احط اعمل فور سلاب اعمل فلات سلاب اعمل دبل بيم اعمل ايه المولة خليها وان واي تو واي. يعني انت هتحط السيستم من عندك. تمام يا دكتور. تمام. هو يا دكتور بس ما هو في بونص على درجات على درجات الميد ترم؟ في ايه؟ بونص على درجات لا ما الميدترم. تقلقوش يا جماعه بقى ما تقلقوش، انتوا عايزين نعمل لكم بقى يعني ايه تذاكروا كده وتهتموا ونيجي قبل امتحان الفاينل نعمل امتحان يشجعنا على المذاكره كده كويز كده اونلاين نعمل لكم. لا حرام ده يا خلاص بلاش بلاش ان لا شاء الله. ده حرام، احنا عايزين بونص بس يا دكتور. والله احنا اتفاجئنا من الامتحان كان الجزء بتاع دكتور صلاح، يعني السؤال ذات نفسه احنا ما فهمناش ايه توب فايبر والكلام من ده، مش فاهمين هو يعني مش ما فهمناش السؤال فتخضينا كلنا، ده اللي اثر معانا في الدرجات. انت ان شاء الله يا جماعه متعوضه ان شاء الله. طب يا ربنا دكتور سهل لو يعني يبقى بس فيه الحساب في الغير فاينل اللي اوفر جاي. بس يا يعني دكتور. بص يعني ما فيش مشكله حته الاوفر دي، بس المشكله اصل مهما احط اوفر احط درجه اثنين. طب المهم انتوا في الفاينل هتعملوا ايه؟ يعني 70% ايه وضعها؟ لا ان شاء الله دلوقتي يا دكتور ان شاء الله حتى ان شاء الله الشفوي ربنا دلوقتي شاف على يوفقنا انا الفاينل. والله. انتوا ركزوا بقى في الفاينل، حتى الشفوي كان بيساعد معانا شويه حطوا كله على الفاينل. فما تقعدش ركز لا بقى على ربنا معاك اثنين يا راحوا دكتور. في المتر او حتى 20 درجه راحوا في المتر ونسيب بقى بقيه الارقام كتير. فاحنا من ناحيتنا هنحاول على قد ما نقدر يعني ايه نعلي درجات نقدر عليها، بس مهما علينا يعني برضه في ليميتيشن يعني. بس يبقى في اوفر في الفاينل بس يا دكتور علشان يعني ايه كده ذاكروا ان شاء الله ياسين عشان نخلي في اوفر. ذاكروا ربنا ييسر ان شاء الله يا جماعه. آمين يا رب. عايزين بس الملفات بتاعت المحاضرتين دول يا دكتور. حاضر يا جماعة خلاص هبعتهم هبعتهم على الواتس إن شاء الله. تمام شكرا. سلام عليكم.